رجعنا تاني ولسه مكملين مع بعض فقراتنا. وكل يوم بيمر زي ما احنا عارفين بيكون في احداث ومتغيرات كثيره جدا. يعني مثلا الحكم في مجزره بورسعيد، موعد انتخاب، قرب موعد انتخاب انتخابات الرئاسه، كمان محاولات سجناء ترى من النظام القديم في التصالح ورد الاموال المنهوبه كل الفترات اللي فاتت. في احداث كتير جدا جدا زي مثلا التمويل الاجنبي للجامعات الاهليه اللي ما زال بيشغل بال مواطنين كتير جدا. النهارده هنتكلم في تفاصيل كتيره قوي قوي من الاحداث اللي بتحصل جوه مصر النهارده مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الاستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريده المصريون. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ جمال. وطبعا في البدايه كده هنخش على طول سخنين، ايه راي حضرتك في الحكم بمجزره بورسعيد؟ هو طبعا الحكم لسه مبكر عليه، لكن هو قرار الاحاله وهو اثبت فيها ان كان فيها مؤامره حقيقيه. وطبعا حدث بهذا الشكل يعني لا يمكن كان يتصور الا ان يكون وراءه تخطيط وتدبير، لان دي مجزره لم تحدث في تاريخ الرياضه المصريه ابدا. صحيح. يعني اكثر من 70 قتيل، ده شيء مذهل يعني. فاتصور انه يعني ما اضافش كتير مساله ان هو كان فيها مؤامره، وياريت بس الناس يعني تصبر على يعني القضية وعلى حركتها، لأنه يعني ليس من الحكمة أن يعمل القضاء تحت ضغط شعبي عنيف بهذا الشكل. هو أيوة، بس هل برضو من الحكمة أن أنا أسفة، هل من الحكمة أن احنا برضو في وسط كل الظروف وفي وسط كل الفوضى اللي احنا عايشين فيها وعدم الأمان أنه يتم برضو التفكير في مؤامرة يبقى ضحيتها أكتر من يعني 70 مواطن بريء رايح بس يشجع في يعني في الماتش؟ ما هو علشان كده جايز يكون في ضغط على الحكم القضائي او على القضاء علشان الناس متضايقه. صحيح. لا، هو برضه احنا لازم يعني لازم نقدر ان يعني الدوله في حاله الان يعني نستطيع ان نقول ان حاله رخوه، لان بعد الثوره يعني حصلت حاله غربله كتير واهتزاز لكثير من المؤسسات. وبعدين الثورة يعني أصابت قطاعات مهمة جدا بضرر فادح، وبعض هذه القطاعات ما زالت نافذة ولها تأثير في بنية الدولة والاقتصاد المصري، في الاقتصاد وفي السياسة وفي العمل الحزبي وفي البرلمان، يعني في قطاعات كتيرة جدا أضيرت. يعني في ناس صرفت كان قبل كم شهر من الثورة 10 مليون و15 مليون عشان تشتري مقعد اتبخر منها. في حاجات كتيرة جدا جدا حصلت. لازم نتوقع انه هؤلاء كلهم هيكونوا يعني لن يتركوا فرصة لضرب الثورة او التآمر على الثورة او تشويه وجه الثورة او ضرب قوى الثورة بعضها ببعض او ضرب شباب الثورة بالعسكري، ضرب العسكري بالإخوان، ضرب الألتراس بال 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 بالجهاز الجهاز المؤسسة الأمنية عموما. نعم، الجهات المعنية عموما. لابد ان يحصل فيه تخريب يعني. بس في الحقيقة احنا مستنيين، لانه الموضوع برضو يعني مش عايزين نقول ان هو طول، مش عايزين نقول ده، بس خلينا نقول انه على الاقل بس يشاوروا لنا على حد يقولوا لنا ده مسؤول او ده وصلنا لكذا. عايزين اخبار، مش عايزين نحس ان الموضوع هينام وهيتحط في الدرج ملف زيه زي الملفات الاخرى. لا 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 لا، ما يوقفش. ده شيء احنا لا 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 ما يوقفش، وستحدث فيه احكام، والقضاء انا واثق ان القضاء هيحكم احكام رادعه. كلنا لكن برضو والله خلوني يعني اسمحوا لي بس يعني اي تآمر لا يمكن ان يعمل الا في ارضيه مؤهله لاستخدام التآمر ده يعني او لتوظيفه. حضرتك تقصد ايه؟ مش فاهم. يعني انا قصدي برضو انه مساله المناخ هو اللي سامح. الاعلام والمنظومه الرياضيه، الاعلام الرياضي والمنظومه الرياضيه بالكامل مسؤوله عن عمليات الشحن والتوتير والعنف الذي يجتاح الملاعب المصريه من قبل هذه المذبحه. فما ننساش يعني لابد في اذا كنا هنخش في مساله مراجعه حقيقيه لابد ان نراجع كل هذه الملفات. طيب. عشان نصحح المستقبل على اسس صحيح. من المواضيع المهمه جدا يا ريم واستاذ جمال الفتره دي واللي شغله بال مصريين كتير جدا عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل في الموضوع ده، وهو العرض المقدم من سجناء ترى من النظام القديم برد الاموال اللي نهبوها. فكره التصالح مقابل يعني. مقابل ان هم يطلعوا براءه او يخرجوا من السجن. فكره التصالح. رايك شايف الموضوع ده ازاي من وجهه نظرك او من وجهه نظر الصحافه؟ يعني شايف الموضوع ده عامل ازاي؟ لا، ما الموضوع ده يعني عشان ما نخشش في وصل الدجل، احنا مش عارفين اصلا هم معاهم ايه. هم ما بيعترفوش اصلا هم معاهم ايه. مش معترفين يعني. هو انا مثلا لما اجي على سين منهم مثلا
بيقول لي ده انا غلبان، ده انا على قد كان قد مرتبي اللي بحطه في لا البنك ثانية واحدة، الاهلي. هو مش في ورق وفي مستندات وفي ده عنده ايه، ونرجع لتاريخه ونشوف ده كان عنده ايه والمصانع والحاجات يعني اه ايه؟ لا ما بس عنديش بس غلبان المثبت غلبان، غير امال البلد دي كانت المثبت، المثبت غير اللي طبعا موجود، طبعا. وهي دي وبعدين اللي عندك هنا في مصر لا يمثل مثلا 1% من من اللي اللي طلع معاهم، بره. من اللي طلع بره. المشكله كلها ان هو يعني انا واحد يجي مثلا يبقى هو مطلع بره مثلا 10 15 مليار، يجي يديني 200 300 مليون ولا انا اخدها صفيت بعت كل حاجتي وسددت لك وانا على الحديده وخلاص ونتصالح بقى وطلعوني. ده كلام يعني انا شايف ان هي مساله يعني رأي المواطن انا قلق البسيط في جدا من هذا الشارع الموضوع المصري بصراحه ايه يعني. في النقطة دي بالذات؟ يعني مثلا انا قابلت ناس كتير، في ناس كتير بيقولوا ايوه ناخد اي فلوس ويطلعوا براءة ويمشوا بره البلد وخلاص، وفي ناس بتقول لا حق الشهداء وما ينفعش ناخد الفلوس ولازم يتم محاكمتهم. بس المحاكمة برضو فيها شقين، هنعرف نسبة ان هم خدوا الفلوس دي كلها ولا مش هنعرف؟ لا هو في شق ان هو كل من افسد الحياه السياسيه او تسبب في اذى مباشر للشعب المصري او قطاع من الشعب المصري لازم يحاكم. ما فيش حاجه اسمها تصالح في كده، ما فيش هزار في دي. المساله الثانيه مساله الفلوس اللي نهبوها هم، هو كبنيه كاقتصاد بقى، هو كرجل اعمال ممكن اتصالح، بس لما اعرف هو انت عندك ايه، انت اخذت، هو مش عايز يعترف انا ثانية نهبت واحدة قد أستاذ ايه. كمال، بس أنا عايز أعرف بس هو دلوقتي دي بترجع للقاضي أو للمحقق أو للجهات المعنية بالتحقيق مع الناس دي، واحنا مش برضو يعني قاعدين مستنيين هم يدونا 3 قروش ونقول لهم مع السلامة؟ في قوانين وفي ضبط وفي ربط، ومفروض مظبوط. يبقى في جنب التصالح ده برضو عقوبة، ما هي الموضوع مش سهل كده. ايوه صحيح. أنا قصدي أقول إنه فكرة التصالح نفسها، لأنه أنا أبدا ما أتمناش إنه التحقيق جهات التحقيق بتاعتي المصرية يكون بس سقفها ان هم ما يبقوش عارفين ايه اللي فات ومين عنده ايه ومين بره عنده ايه، ما هو الموضوع مش هيعدي كده. ففكره التصالح حضرتك شايف انه لو الناس دول رجعوا جزء كبير من اللي احنا كنا بنحلم بيه مع عقوبه، انه ده يكون افضل بكتير جدا من ان هم يقضوا طول الوقت طول عمرهم في السجن واحفادهم وناسهم يتمتعوا بكل الاموال اللي اتنهبت من مصر؟ هو صحيح. شوفي او انه التحقيق فعلا او فعليا مش هيقدر يوصل للفلوس المنهوبه دي الا من خلال التصالح؟ لا هو اذا كنا بنتكلم في المطلق ففكره التصالح فكره مقبوله. وانا شخصيا يعني انا تاثرت جدا جدا بالرساله اللي كان بعتها نيلسون مانديلا زعيم جنوب افريقيا في الاسابيع الاولى من الثوره بعد انتصار الثوره، يعني اللي هو بيحض فيها الشعب المصري على فكره التصالح وبيذكرهم بتجربه جنوب ايوه، افريقيا. عشان هو تجربته كانت تجربه ناجحه، فانه عارف لانه الشعب يصالح الشعب صحيح كله. الثوره المنتصره ما يعني لا يصح انها تتعامل بمنطق الثار او تصفيه الحسابات او كذا، ده صحيح ده في المطلق. لكن لابد ان يكون هذا التصالح مبني على اسس حقيقيه تعيد حقوق الناس اللي اتسرق، التجربة الشعب اللي اتسرق ده. نحاول نستفيد من التجربة النيجيرية مثلا، قدرت تترجع تلت الفلوس المنهوبة. لا ما تلت بس لما نعرف إن لما يقولوا ان هو ده تلت لما يعني يقولوا ان هو ده عندنا تلت. تلتين ماشي، لكن انا دلوقتي ما عنديش ارضيه مش عارف هو سرق قد ايه، هو مش عايز يعترف. طب ننتقل لنقطة تانية برضو مهمة جدا، ويمكن يعني على في الشارع المصري كلنا كنا بنتكلم في الموضوع ده، وهو اختيار الرئيس القادم. شفنا ناس كتيرة جدا فجأة ظهروا وحاسين ان هو ولا عندهم خطة اقتصادية ولا سياسية ولا رؤية علشان مصر تعدي من الأزمة في الفترة القادمة، ولكن أغلبهم حابب الشهرة. رأي حضرتك ايه في ده؟ لا هو طبعا ما هو مولد سيد الرئيس زي ما بيقولوا، مولد سيد لكن الرئيس. لكن هي يعني هي خلينا نبص لها من جانبين. يعني في جانب ايجابي انه الثورة يعني فتحت عن طاقات غريبة جدا جدا جوه المصري، الإنسان المكبوت، إنسان حتى الراجل اللي هو الراجل النجار اللي رايح وحاطط القلم الرصاص في ودانه وراح يقول أنا هترشح رئيس جمهورية، دي ممكن تبص لها حالة من الكبت اللي كان راجل شخص مهمش، شخص محدش حاسس بيه، شخص يداس بالنعال على طول عمره. فالثورة يعني أحيت فيه مشاعر لا ده أنا إنسان، ده أنا مواطن، ده بلدي، ده أحيت فيه حقي. الأمل إنه ممكن يبقى حاجة. طبعا طبعا طبعا. فدي حاجة. الحاجة التانية طبعا في قطاع أخدها منظرة وإنه هو خلاص وبعدين بروباجندا وشهرة الإعلام بيتسلى عليهم، وده مش كويس على فكرة إنه يعني بيتم تمجيدهم أو بيتم يعني إلقاء الضوء عليهم. أصل في هذه اللحظة كل شيء ممكن يوظف بشكل سلبي، يعني أنا ممكن يعني أحاول أهين الثورة المصرية، أهين يعني نتائجها في عين الناس، أقول لك شوف الثورة عملت لنا إيه أو جابت لنا إيه النماذج اللي إحنا التهريج اللي بيحصل. لكن خلينا نستحضر برضو إنه في العهد السابق في أيام مبارك
كان برضو بتطرح في نماذج مشابهة. واحد ما اعرفش كان ايه اهواجي طلع وترشح، وبعدين اخطر من ذلك واحد كان بيقرا الكف وترشح والدوله اديته نص مليون جنيه عشان يترشح ضد الرئيس في مسرحيه هزليه. كانت اشبه من التمثيليات تهريج يعني، يعني مش جديده يعني، مش جديده يعني. يعني اللي بيحصل ده مش جديد يعني. ايه الصلاحيات اللي من المفترض انها تكون المفترض ان هو يحصل عليها رئيس الجمهوريه، واللي المفترض انها تؤخذ منه علشان ما يتحولش بعد كده لطاغيه او زي اللي احنا شفناه على مدى 30 عشان سنه ما نكررش الاخطاء؟ هو ده كلام صحيح انه يعني، ولذلك انا يعني اتمنى ان مساله انجاز الدستور الجديد تتم باقصى قدر من السرعه. انه الصلاحيات الموجوده الان لرئيس الجمهوريه تعني انه هو الحاكم المطلق بموجب الدستور الحالي، فلابد من تقليص هذه الصلاحيات واعطاء جزء يعني استرداد جزء كبير من هذه الصلاحيات ل المؤسسة التشريعية، وايضا اللي هو بتتمثل في البرلمان. في البرلمان يعني. يعني محتاجين نعمل يعني زي اللي هو اللي ما يقال الان النظام المختلط بين النظام البرلماني والنظام الجمهوري الرئاسي. ايوه بس في ناس كتير بيقولوا ان البرلمان مش بيعبر عن كل طوائف الشعب، فبالتالي لو احنا خدنا كل السلطات دي واديناها للبرلمان فاحنا كده بنحاول البرلمان ان هو يبقى يعني يبقى معاه السلطه الدكتاتوريه. لا لا لا، ما احنا مش هناخد كل السلطات، احنا مش هنعمل نظام برلماني، مصر مش مؤهله. النظام البرلماني برلماني رئاسي. النظام البرلماني بيحتاج يعني انه يكون في خبرات حزبيه حقيقيه وعريقه، يعني في حراك ديمقراطي حقيقي مش شكلي وطويل. ما ده مش يعني موجود يا وده مش موجود جميل. مش موجود، لذلك يبقى حتى حزب الوفد اللي هو من اقدم الاحزاب برضه بقيله سنين محبوس ومش بيمارس الحياه السياسيه السليمه. طبعا، ولذلك يبقى الحل الامثل ان احنا بنعمل النظام المختلط الوسط، نقلص من صلاحيات رئيس الجمهوريه ونعزز صلاحيات المجلس التشريعي بحيث يكون في يعني شوفي الديمقراطيه تنجح دائما عندما يكون هناك توازن للقوه في المجتمع. عندك مؤسسه تشريعيه قويه، مؤسسه رئاسيه قويه، جهاز تنفيذي قوي، قضاء مستقل قوي، كل مجتمع مدني قوي وعافي. هذا التوازن هو اللي بيضمن ان الديمقراطيه تستمر وانه ما فيش جهه تستبد على جهة أخرى وتمشي المسألة. مسألة البرلمان يعني معلش احنا ما ننظرش فيه للنتائج الحالية، يعني يمكن دلوقتي مثلا ان والله في أحزاب حزبين أو ثلاثة والله هيمنوا على البرلمان، لكن بعد سنتين ثلاثة لو في انتخابات جديدة الخريطة هتختلف. فالمهم هل عندنا فعلا هنعمل انتخابات؟ هل هيتم حل البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى؟ يعني هو في الغالب يعني بعد استقرار المؤسسات واكتمالها من الممكن الدعوة، وفي أكثر من جهة، ورئيس الجمهورية من صلاحياته الدعوة للانتخابات. يعني أنا قصدي إنه خلينا نهتم دايما بالبنية المؤسسية أكثر من الشكل أو المنتج بتاعها، لأن المؤسسة هي اللي هتبقى معانا. يعني احنا دلوقتي في زخم ثوري، الزخم الثوري ده بيستمر يعني سنة سنتين ثلاثة وبعدين ينحسر، فخلينا نستفيد في فترة الزخم الثوري ده بان احنا نبني مؤسسات ديمقراطية حقيقية. نتمنى. هي دي اللي هتشيلنا ل 50 يعني. 60 سنة جاية ان شاء الله. من القضايا المهمة جدا برضو اللي حصل عليها رد فعل كبير جدا هو التمويل الأجنبي. انتوا من أول الناس اللي فتحتوا الموضوع ده، وعايزين نعرف في حقيقة الناس ما تعرفهاش، انتوا عندكم علم بخبايا برضو ما نشرتوهاش أو ما فتحتوش المواضيع فيها في الجورنال بتاعكم؟ هو في بعض الملفات اللي باقيه ما يعني فضلنا ان احنا، لان دلوقتي في يعني الراي العام مشدود مشاكل الانتخابات والرئاسه وكده، فمش فاضي يشوف ويكيليكس. لكن الحقيقه انه يعني هذه الوثائق دي وثائق الخارجيه الامريكيه، ده احنا مش حاجات يعني، دي الخطابات ويكيليكس دي كانت جايبه الخطابات اللي بتوجهها السفيره الامريكيه هنا او السفير الامريكي في القاهره الى وزاره الخارجيه الامريكيه، بتقول له والله احنا عملنا كذا وقابلنا فلان ودينا فلان قد ايه. لا بس في خطابات اخرى للسي اي اي برضه، في تبادل ما بين الوكاله صح، ما بين وكاله المخابرات الامريكيه وما بين السفيره المصريه ايضا. طبعا صحيح صحيح. وبعدين اصل هو برضه العمل الاستخباراتي الامريكي دلوقتي ما عادش زي زمان والجواسيس والصوره السينمائيه التقليديه، لا يعني هو برضه بقى بيصطنع وجهات فكريه ومؤسسات ثقافيه وكذا للتواصل، ومؤسسات للمجتمع المدني للتواصل مع المؤسسات، بحيث انا لما باخد فلوس ما اخدش من المخابرات الامريكيه، لا ده انا باخد مثلا من الوقف الامريكي لدعم الديمقراطيه، لكن تبص في النهايه هو منفذ على كده. يعني عايز اقول ان من ضمن برضو المشاكل او الحوارات اللي اتكلموا فيها ناس كتير جدا انه في اصوات كتير نادت بالاستغناء عن المعونه الامريكيه. حضرتك شايف انه احنا فعلا نقدر نستغنى عن المعونه الامريكيه او عندنا
اللي ما يكفينا ان احنا نقدر نشتغل ونجتهد ونقدر ان احنا نكمل عليه فنستغني عن المعونه الامريكيه؟ اصل شوفي المعونه الامريكيه، اصل المساله ايه؟ المساله مش عويصه قوي يعني. المعونه الامريكيه تقريبا مليار و300 مليون دولار، في معونه يعني عسكريه ومش داخله في البنيه التحتيه شامله. يعني تقدر تحسبيها بالمصري كده حوالي مثلا 8 مليار تقريبا. 8 مليار الميزانيه العامه للدوله المصريه تتجاوز ال 1000 مليار جنيه مصري، اللي اتسرق اكتر من ال 8 مليار طبعا. طبعا يعني اتسرق اكتر بكتير، فهي يعني 8 مليار من 1000 مليار، يعني المساله رقم بسيط جدا مش خيب. لو رجعنا اللي راح ممكن نستغنى ساعتها عن نقدر نستغني، بس هي ايه؟ طب انا ليه استغني؟ طب ماشي، هو في دولة كبيرة هي بتقول عشان بس ما يتدخلوش، لأن في أنا نفسي أنا كمصر ما يتدخلوش في أنا مصر نفسها. على فكرة إحنا بناخد معونة لكن بندي معونات برضه، يعني إحنا كدولة مصرية بندي معونات لبعض الدول الثانية يعني. بس خليني إيه يعني أوظف هذه المعونة وفق شروط صحيحة بشكل يخدم البنية طبعا التحتية. يعني أنا ممكن أقول له والله أنا محتاج المعونة دي والله نخصصها في دعم البنية أو في التعليم، البنية الأساسية بناء طرق، شبكة طرق، شبكة أنفاق، مدارس، مستشفيات كذا، ماشي اهلا وسهلا اتفضل. لكن ان وبعدين اصل برضو المعونه هي لا تحسب بشكل مالي. نقول نقطه مهمه، ان المعونه حتى العسكريه بتبقى اسلحه قديمه وبتبقى اسلحه ما بنعرفش كيفيه تصنيع، يعني ما عندناش التكنولوجيا بتاعه تصنيع هذه الاسلحه، فبالتالي بتجيلنا عشان مربوط نستخدمها بقى تدنك مربوط بيه بالظبط. هي برضو اصل برضو المعونه على فكره يعني هي ليست قيمتها في المبلغ المالي، يعني مش هي مساله ماليه بحته، ولكن لا ده هي يعني هي يعني عربون محبه زي ما بيقولوا، يعني هي يعني تعزيز لصداقه سياسيه، ده المقصود، المقصد الاساسي ان يكون في صداقه سياسيه. اعتقد يا استاذ جمال انه الموضوع ده محتاج وقت ان احنا نقعد نتكلم فيه، نتكلم في تفاصيل ونتكلم في حاجات كتير قوي. هي وقت البرنامج خلص، انا يعني ان شاء الله يكون لينا لقاء اخر نتكلم اكتر وباستفاضه عن كل النقط برضو اللي اتكلمنا فيها النهارده. احنا يا دوبك قلنا يعني زي ما نقول ايه تفسير بسيط جدا عن كل الحاجات دي. انا بشكرك جدا القشور بس شكرا ليك يا استاذ جمال سلطان، انا بشكرك على وجودك معنا النهارده. شكرا شكرا ليك. خلصت فقراتنا النهارده، اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات. بشكر طبعا ايمان وبشكرك يا ساره وبقول لك نهارك سعيد. ميرسي، ومشاهدينا ان شاء الله تشوفونا بكره ويوم جديد وحلقة جديدة ونهارك سعيد.